النظر إلى المرآة ليلاً شؤم. عينك اليمنى ترف خير خير. لا تقرب أظافرك ليلاً حرام. مبروك 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 مبروك. تريدو شاطر السرة ماله ارموها بالمدرسة. السمك الأربعاء، الأربعاء سمك رزق. ألف عافية. ممنوع ممنوع الكنس المغرب، المغرب ممنوع الكنس بالبيت. مع السلامة، ترجع بالسلامة. نرش المي للي سافر حتى يرجع، أو نشمر وراه سبع حجارة حتى ما يرجع. هلا هلا. يدوك التليفون. نلبس نفس القميص بكل امتحان، نتفائل نجاوب بيه. فهمونا، إذا واحد يتكلم أمامنا مرض خطير مثل السرطان، جر إذنك حتى ما يصير بيك المرض. الأرنب بالبيت فقر، علمونا أن الأرنب صار تربي. من تاخذ حمام سد الباب مال الحمام، يعني الشيطان والجن يقولون يفوتون يسبقون وياك. نعيمة. كسر الماعون راح الشار، كسريه بصفا فدوة. ما حد فهمكم سابقا انه البزبوز مال اوري ما يصير يشير الى الشخص شؤم. البوسه من العين فراق. دق على الخشب من الحسد ما تخاف لا تنحسد. سلامات سلامات سلام. الحامل ما يصير تروح عند وحده انفاس ما ادري عبر الأربعين ما ادري الستين، يصير شيء مو زين. زرعه بدماغنا اذا تهدي شخص عطر فرقه وفراق للابد. استفادوا. عصفورنا عصفورنا عصفورنا. علمونا اذا عصفور عفوا يسويها على سيارتك هذا شيء خير. ما فهموك، اذا تغني بالشاور انت تاخذ حمام الجن يغني وياك. ها 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 خير. سلامات سلامات سلامات. اذا مرايه انكسرت بالبيت شيء خاصك من بيبي معناته شؤم وشر. وفرحانة قوي تعرفين في التقاليد يقولون إذا خاشوا كتين في الاستكان معناها يتزوج مين؟ ابني اللي ياكل بإيده اليسار الشيطان ياكل وياه. ألف عافية. شكو شو بده؟ المقص ما سمعتي يقولون ما يكون مفتوح باتجاه الشخص فقر. ما يصير تتمطى قدام شخص لان تعطيه همك. هيك يعلمونا. غمض عينك، تمنى امنيه، قول بيا عين. غلط، شعره الرمش هنا. فهمونا شعره الرمش وغمض اغنيه واخذ لك امنيه. ما يصير ترجع من الشغل الطب مباشره على طفلك هلا تعب مالك. طب اسبح فوت اسبح فوت اسبح. يلا 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 جيبي هذا حبيبي رضعي طبيعي.
ايده اليسرى تحكه قالوا راح تجيك فلوس عمي شو تريد؟ اوف انتوا تعرفون كل هذا الكلام اللي تكلمته تقاليد وعرف اجتماعي موجود صح لو مو صح؟ هاي بشهادة حتى العطسه بشهادة صارت. مع الأسف احنا في هذا الزمن كثير من الخرافات والمعتقدات اللي توارثناها ما نزال نمارسها ونطبقها في حياتنا. طبعا بعض منها للمزاح نعملها والبعض منها عن إيمان وعن قناعة. هنا اكو مشكلة كبيرة. طبعا هاي الأمور بسيطة اللي أنا وضحتها، اكو أمور يعني أخطر وأصعب. عجبا شنو هي الأمور اللي توارثناها الفلسفية الدينية التاريخية اللي هي خرافات واحنا مصدقين بها ومؤمنين بها وما تعبنا أنفسنا انه نبحث عن مصداقيتها، هل هي ترهم في إطار الله محبة وفي هذا العصر أو لا؟ كل شيء في الحياة فحصه في شيئين، في إطار محبة الله إذا يتوافق معه أو لا في إطار العلم. المهم أعطوا تاج لصديق أو صديقة يمارسون واحد من تلك العادات أو أكثر ويؤمنون بها وخابصيكم بها. واحدة من الخرافات عن الرضاعة الطبيعية، كثر الحديث في هذا الوقت أن الرضاعة الطبيعية تخرب الجسم والرضاعة الطبيعية تعمل تراهل وغيرها، وهذا المفهوم خاطئ جدا. بالعكس عزيزتي، الرضاعة الطبيعية هي تساعد على استقرار هرمونات الجسم، فبالتالي يصل جسدك إلى الوضع الطبيعي والملائم وينزل الوزن، هي شيء صحي، ما عدا أنه هي تقلل نسب الإصابة بمرض السرطان. لكن في حالة استحالة الرضاعة الطبيعية والطبيب قرر أنه أنت ليس لديك حليب أو لا سمح الله علاج كيميائي أو وفاة الأم أو مشاكل، فالبديل الأفضل هو بريميلاك، وهذا لا كلام معتقدات ولا كلام إعلانات. تقدر تبحث أنت عن المعايير الأفضل للحليب. حليب بريميلاك هو الأقرب لحليب الأم. توجد معايير ومقاييس عالمية للحليب بالأفضل، كافي معتقدات وفلانة قالت وفلان قال وعم وقال وخال قال هذا الحليب أفضل وهذا يسمن. عليكم بمثل ما قلنا بالعلم وبمحبة الله. محبة الله تقول أن الرضاعة الطبيعية هي الأفضل، لكن في حالة استحالة الرضاعة الطبيعية العلم يقول أنه الأقرب لحليب الأم هو بريميلاك. من ناحية المكونات الموجودة فيه، وهذا أخفته في سلسلة من الحلقات على النيوكليوتايد على الفات والدهون وكل الموجودة فيه، مش قد قريب من حليب الأم على تاريخ طريقة التعبئة مالتها، وأنه خلال تاريخهم ولا حالة تلوث واحدة سجلت على شركة بريميلاك، على أنه هو شقد يهتمون بصحة أطفالنا، أنه الغشاء الألمنيوم الموجود اللي بيننا فساد العلبة من عدمها، مو مثل بعض أنواع الحليب الأخرى اللي تسويها، وكثير من الأمور غير معادلة التصدير. يعني الحليب اللي شربه في أوروبا الطفل نفس اللي شربه عندنا في العراق، العلبة من الخارج ما عليها ترغيب دبابة وغيرها، كثير من الأمور تبعدنا عن المعتقدات الغريبة وتقربنا من الأمور الصح لصحة أطفالنا. أحبكم جداً.